وجه جلالة الملك المفدى حفظه الله إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتمثل هذه التوجيهات الملكية السامية انتصارا للشعب وتأكيدا من جلالته على صون مكتسبات المواطن البحريني. جاء توجيه جلالة الملك المفدى حفظه الله انتصارا للشعب، حيث حلت كالعادة حنكة وحكمة جلالته لتقريب السلطتين وتوجيههما لحفظ حقوق المواطنين. فلدى استقبال جلالته سمو رئيس الوزراء الموقر وصاحبي المعالي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، وجه جلالته إلى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بين السلطتين، وأن تتاح الفرصة بشكل أكبر لاستكمال المشاورات بشأن هذين القانونين بتأن ودون استعجال. وبهذا يكون جلالته قد أكد على صون مكتسبات المواطن البحريني، خصوصا وأن صفة الاستعجال التي دفعت بتعديلات قانون التقاعد لم تعطي الفرصة للسادة النواب لإعداد دراسة مستوفية للمشاريع المقدمة من الحكومة. كما أن جلالته لم يقفل عن أهمية الأخذ بمختلف الآراء الشعبية والإعلامية التي اكتظت بها المجالس الأهلية ومختلف الوسائل الإعلامية، حيث دعا جلالته الأخذ بالاعتبار بما أبداه المواطنون والكتاب والصحفيون من مرئيات وملاحظات حول مشاريع القوانين. يأتي هذا اللقاء تأكيدا من جلالة الملك المفدى بل وإيمانا من جلالته بأهمية دور السلطة التشريعية في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، فقد نوه جلالته غير مرة بالإنجازات الوطنية التي حققها المجلسان، وأكد مرارا على دورهما الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني من خلال سن التشريعات لمصلحة المواطن بشكل خاص.